لا يزال الحفل الملكي المنتظر للأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني عبد الله الثاني يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع الكشف عن تفاصيل جديدة عن الحفل المرتقب، إلا أن المراقبون لاحظوا غياب الأميرة هيا شقيقة الملك عبد الله وعمة العروس عن حفل الحناء، وتساءلوا عما إذا كانت ستحضر حفل الزفاف الملكي الأول منذ 20 عام. وفي هذا السياق شككت مصادر صحافية بأن تكون الأميرة هيا قادرة على السفر إلى المملكة الأردنية، لا سيما في ظل قضية الطلاق التي شغلت العالم منذ سنوات بينها وبين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم. وكانت قد حصلت الأميرة هيا بنت الحسين على حكم من القضاء البريطاني حيث تقيم حالياً، يمنحها حق الحضانة لطفليها بعد طلاقها من محمد بن راشد. ويشمل قرار المحكمة البريطانية منح الأميرة المسؤولية الحصرية عن تعليم الطفلين ورعايتهما الصحية، وذلك بعدما وجدت المحكمة أنها تعرضت لمضايقات من طليقها. وقال القاضي إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أظهر سلوكاً مستمراً يتسم بالتحكم والإجبار، ويعتقد أن الحكم هو المنحى البارز الأخير في مسار النزاع القضائي بين بن راشد والأميرة هيا. يذكر أن الأميرة هيا كانت قد هربت من الإمارات عام 2019 حيث استقرت في المملكة المتحدة مع طفليها، وبعد فرارها من الإمارات قالت الأميرة إنها كانت تخشى على حياتها، خاصة بعدما اكتشفت أن الشيخ محمد بن راشد قام في السابق باختطاف 2 من بناته وهما الشيخة لطيفة والشيخة شمسة، وقام بإعادتهما إلى دبي رغماً عنهما. وبمجرد وصول الأميرة هيا لبريطانيا طلبت وضع طفليها تحت وصاية المحكمة، وطالبت المحكمة العليا بإجراء تحقيقات بخصوص بن راشد، وفي المقابل طالب الشيخ محمد بإعادة طفليه إلى دبي، لكنه قبل في وقت لاحق ببقائهما للعيش في إنجلترا، واختار مؤخراً أن لا يقوم بمحاولة الاتصال المباشر بهما.